بس كنت عايز اتكلم من الاستاذ محمد جاد في ان احنا عايزين نطرح يعني موضوعين يعني طرح مختلف عن الطرح المطروح. الموضوع الاولاني هو موضوع الثقافه والدوله. الموضوع ده حاليا على مستوى العالم بيطرح منظور مختلف تماما عن المنظور الشمولي ان هناك دوله والدوله هي اللي بترعى الفنون والاداب وتصرف على السينما وتصرف على الجمعيات وليها دور، لكن طبعا مأساة هذا الفكر هو ان هو بيصدر الثقافة بصالة للدولة، الدولة دي دولة اشتراكية هيبقى فكر ثقافي، الدولة دي دولة وهابية زي في السعودية فالثقافة وهابية، وانت تلاحظ مثلا في السعودية في مجلات وكتب لكن كلهم نسخ واحدة، وفي قطر في تلفزيون وفلوسه بتتصرف بالبذخ، لكن ده لا يمكن يسمى ثقافة. لا يمكن ان اقول اللي بيحصل في قطر او بيحصل في السعوديه او في دول او في الدول الاشتراكيه ده ثقافه، لان هو بيعبر عن الاتجاه العام للدوله، وبالتالي الثقافه هنا بتتحرف وثقافه الدول بتتحرف. يعني ثقافه المجتمعات النهارده في العصر المصري بشكل، في العصر السادتي بشكل، لان الدوله هي المشرفه عليها في عصر، وهكذا ده بنلاقيه في الدول الاوروبيه. مرحله رجل يبقى فيها هو اللي مسيطر، فالثقافة الأمريكية تبقى ثقافة يمينية وهو ده ثقافة رسمية، أنا بتكلم عن ثقافة رسمية. وبالتالي دعمها حتى هو دعم كل الاتجاهات اليمينية في المجتمع الأمريكي. وتيجي واحد زي تشر في بريطانيا فتتبنى دعم ثقافة أخرى في المجتمع الأمريكي. فبالتالي إحنا لازم نطرح مفهوم الثقافة والدولة في منظور جديد، اللي هو بيطرح حاليا في العالم، اللي هي جماعات الضغط. النهارده اللي بتغير ثقافة العالم مش هي الدول. النهارده الناس اللي بيقفوا قدام في سياتل وفي البرازيل وفي المجتمعات قدام المجتمعات الصناعيه وتجمعات الدول الكبرى والكارتلات العالميه، دول ناس بيصنعوا ثقافه المستقبل اللي هي ثقافه الجموع، ثقافه الناس العاديه في مواجهه سيطره. النهارده العولمه معنى كده في سيطره راسماليه قويه في العالم التاني، وفي محو محاوله للمحو التفرد الثقافي لكل بلد مختلفة، لا ده المنتج ده لازم يتوزع في مصر وفي الهند وفي امريكا وفي المانيا واحد، غير مراعي الفروق الثقافية بين الاثنين، لان ده مكسب. فبالتالي الاتجاه العالمي حاليا ان احنا لابد ان احنا ندور على ثقافة مستقلة. ده هو الانقاذ الوحيد للبشرية من التوجه الرسمي للثقافة. الثقافة الشمالية السوفيتية كانت بتقدم ثقافة عالية وبلشوي لكن في النهاية هي بتعبر عن حفنة، عن مجموعة، ما بتعبرش عن المجتمع السوفيتي المتنوع المختلف تماما. بالتالي نفس الوضع بالنسبة للمصرية، المصرية قدمت يقول لك احنا اتبكى على حزمة الستينات، ماشي ماشي الستينات حاجة جميلة، لكن انت لن تسمح بثقافة النوبيين انها تظهر، ثقافة الفلاحين تظهر، ثقافة البدو تظهر، المغنيين المحليين يظهروا، الملحنين التلقائيين يظهروا، انت سمحت فقط بالثقافة الرسمية. وبالتالي انا اعتقد ان الدور اللي لازم تلعبه ده سيد الصاوي او غيرها من المؤسسات المستقلة هي خلق الثقافة المستقلة، الثقافة الحقيقية للبني ادمين اللي هو اللي موجودين في اسوان والموجودين في هنا والموجودين في القاهرة، هم منهم دول، هم دول حيخلقوا الثقافة وهم اللي بيضغطوا. النهارده مجموعة رجال الأعمال اللي بتكتب مثلا مجموعة التسعة، النهارده قدامها آلاف من المتظاهرين اللي هم ما جمعهمش لا اتجاه سياسي ولا حاجة، لكن معاداة لهذه الفكرة، محاولة لأن إحنا عايزين نطلع من السيطرة الرسمية اللي حاضرانا، عاوزين نطلع من العولمة، عاوزين نطلع من السيطرة الكلية دي للسيطرة إن كل واحد يحس بذاته ويتحقق كفرد. ده لا يمكن يتحقق إلا بالثقافة المستقلة. واحنا لازم لا نرنو من الدولة شيء، الدولة تعمل ثقافتها سواء الدولة فيها محمد مرسي، سواء الدولة فيها سيسي، سواء الدولة فيها مبارك، فلا بد أن تصنع هي ثقافتها، لأن هي بتعبر عن سلطة معينة. احنا عايزين نصنع الثقافة المستقلة. سيد الصاوي جزء من المشكلة، ولو احنا استعرضنا التاريخ المصري هتلاقي إنه كل النهضات حصلت من ثقافات مستقلة بعتبرها. جماعات الفنون لما عملوا جماعة الفن الحديث وسيف وانلي وادهم وانلي والمجموعات اللي ابتدت في الاربعينات دي هي اللي صنعت الفن الحديث في مصر، لم تصنعه وزارة الثقافة في عهد الملك فاروق ولا في عهد ما صنعتوش ده. لا، النتيجة صنعتها ان هي استلهمت الافكار من واقعها، وابتدى محمود سعيد يرسم الفلاحة، وابتدى واحد زي محمود مختار يرسم تمثال، ده لم تصنعه ثقافة رسمية، ده صنعته الثقافة التلقائية، لأن دول الناس دوروا على الثقافة،
وهلم مجرد كتير. والسينمائيين ومسرحيين وكل دول لم ترعاهم نجيب الروحاني، وكل دول لم ترعاهم دول، لم ترعاهم السياسة الرسمية المصرية سواء الملكية أو الجمهورية. اللي رعاهم هو الجمهور المصري اللي تقبلهم. وبالتالي إذا كنا نبحث عن ثقافة حقيقية لابد أن نسعى للانفصام. إحنا لازم نتفضل من الدولة، لازم نتفضل من سيطرة البرنامج بتاع الدولة، لازم ندور على الثقافة اللي بتعبر عنها. وإذا كان سيادة الصاوي بتستضيف ناس مختلفة الاتجاه عشان يعبروا عن نفسهم، هو مش صحيح. وأنا هنا أصوات هستعبد الناس اللي موجودة هنا هي اللي تعبر عن ثقافتها. مش هنتظر المحافظ يديني دعم، لا، ولا هنتظر أن وزير الثقافة الرسمي يجي يفتتح لي، لا، أنا هدور على ثقافتي أنا المستقل. ده الطريق اللي العالم كله حالياً أعتقد أن هو بيسعى. وبالتالي لازم إحنا نكون جزء من هذا التيار. إحنا ما نقعدش لا الدولة تعمل، لا الدولة ترعى، لا، بالعكس. ما هو كل ما ترعاك أنت ليك تمن، كل رعاية ليها تمن. وإحنا مش مستعدين إن إحنا نعيد التجربة مرة أخرى، نبقى عبيد لسيادة ثقافة معينة. إحنا عايزين الثقافة المصرية اللي هي امتدت من 5000 سنة، اللي بتستعمل الامثال المصريه اللي موجوده الفراعنه كان بيستعملوها، اللي بتستعمل العادات اللي كانت موجوده. ده مش باوامر سلطويه، دي ثقافه زي ما بيقول الاستاذ محمد تحت جلدنا، احنا بدون ما نحس هي موجوده فينا. لابد ان تستمر هذه الثقافه. النقطه شويه، النقطه الثانيه عايز اتكلم عليها برضو، المعضله اللي حاليا بتتناقش في العالم كله وهي موضوع الثقافه والفقر. هل من الضروري ان عشان تمارس ثقافه صحيحه تبقى الناس يعني في رغد من العيش؟ يعني هذا الرجل الفقير النهارده اللي يعني 50% من شعب مصر موجودين في فقر، هل ما نقدرش نعمل ثقافه منهم؟ الراجل ده مش فاضي، الثقافه دي بالنسبه له ايه؟ يعني متعه ورفاهيه. هل المقوله دي صحيحه؟ هل المقوله دي صح؟ هل احنا نقدر نعمل ثقافه وسط الفقر؟ هل نقدر نطبق مقوله بريخت اعطوني مسرحا وشع وخبزا اصنع لكم شعبا؟ ما قالش ادوني رفاهيه، انا عاوز بس مسرح وعيش. أم انا اقدر اعمل لكم بني ادمين. هل احنا نقدر نوائم ما بين الثقافه والفقر؟ دي معضله اعتقد ان لو اي حد بص فينا انه بيض ابسط راجل فعندنا في قريه من القرى في قرى اسوان. انا لما بمشي بالعربيه في الطريق الاقي ان كل القرى عليها كميه من الدش اكبر من عدد الشجر اللي في البلد دي. ده ناتج من ايه؟ ان الناس متشوقه انها تعرف، انها تتعلم، انها تشوف. فوسيلته البسيطه ان هو يعلق دش، مفيش غير كده. فالناس متشوقه ان يبقى صله بينها وبين الثقافه. لكن المشكله بقى اي ثقافه توصل لهذا الفقير؟ يا اما ثقافه تخليه متواكل، يا عم خليك في حالك كده دلوقتي وبعد كده ربنا هيجازيك في الاخر، او اعمل النهارده وبكره زي ما يريد ربنا، او ثقافه الغيبوبه ان انا اقعد اشرب في المخدرات. دي الثقافات اللي توصل للفقراء. لكن احنا لازم ندور على ثقافه للفقر مختلفة عن الثقافة اللي بتقدمها. دي معضلة من المعضلات اللي هي بتتناقش دلوقتي في الهند وفي المكسيك والبرازيل، ازاي نصيغ صيغ ثقافية للفقراء. ده مش رفاهية، ده احتياج اساسي، بس ازاي احنا نعمله؟ ازاي نعمله؟ بسرعة جدا ان ساقطة نعم صار بتعتز انها من يوم ما فتحت لم تاخذ مليما من الدوله، ما حصلش. يعني احنا ما بناخدش ابدا. ولما كان حد يقول لي ده ممكن صندوق التنميه الثقافيه يدي لكم دعم، اقول له ويقابله اي قدر من التدخل. لا لا، مش هنعمل كده في نفسنا ابدا. وحتى الرعاه اللي بيدفعوا لنا فلوس، شركات الاتصالات او بيبسي دلوقتي قبلها كوكا كولا، عمر ما كان من حق راعي انه يعرف البرنامج الا مطبوعا و يعني مرفوعا على الموقع الالكتروني، وهو واقع خلاص. ما بنسمحش لحد ابدا يتدخل باي قدر في برامجنا. الحاجه الثانيه ان احنا سياستنا التسعيريه بتقوم على الكم في المشاهدين. يعني احنا بنختار الاماكن دلوقتي، بندور على مكان فسيح دايما، لانه لو قدمنا حفله غاليه بس حضرها 3000 ما بقتش غاليه على الناس خلاص، بقى ممكن تعمل تذكره لسه ب 10 او 15 وتمشي. بينما في اماكن الدوله ممكن تتباع نفس تذكره ب 50 و75 و150، لانه ما هو اقصى سعه بيحسب عليها 1000 كرسي، 800 كرسي، 600 كرسي، فبتطلع غاليه. يعني انا كمان بتكلم على انه ما فيش اي دعم ولا في اي موارد الا جيب المشاهد. حتى جيب المشاهد ممكن يغطي التكلفه لو اشتغلنا على فكره ان احنا الحمد لله امه
مليانه بشر، يعني مفيش حته رقعه في مصر ما فيهاش ناس، مليان ناس، بس نقدم ما ينفعهم وهم يصدقوا ويقبلوا عليه ويدفعوا جنيهات يقدروا عليها، ويمكن تكون بديل عن الانفاق في غير موضعي، بدل قعدة شيشة او قعدة كذا يجي يسمع حاجة قيمة ومفيدة. والحاجة تفضلت بيه انك لازم يكون همنا فعلا هو ايه اللي يقدم كي يحقق هذه الرسالة، والمسؤولية وراء كل عمل يطرح دي مسؤولية كبيرة، ولازم يكون حاسين ان احنا محتاجين نجتهد بمنهجية في اختيار البرامج، مش بعشوائية ولا بهوائية ولا بعنترية بأي نحو، إنما معا بشكل منهجي وتحليلي وقدرة على التقييم الواقعي، نحط إن شاء الله برامجنا مع بعض اللي نشوفها محققة أهدافنا إن شاء الله.